نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم آدم الأسماء، والصلاة والسلام على حبيبه الذي كأنه قد خلق كما يشاء، وآله وصحبه أجمعين. سادة المتابعين، نرحب بكم. تباعدنا حدود الأماكن، لكن الفضاء يجمعنا في مجلس أدب، أدب التي ندين لها بالكثير، ابتداء بتدوينها الشعر العربي إلكترونيا، واحتفائها واحتفالها بالشعر أن كان عبقره وكيفما كانت حيلته. وكما أننا ندين لأدب بالكثير، فإننا ندين للشعر بالأكثر، الشعر الذي ما زال يحدو به العربي ما حنت الإبل. ورغم كل هذا التقدم والتعولم، لا يخلع العربي قصيدته كما لا تهجر الناقة حنينها أبدا. وإننا مهما عرقنا في منح الشعر آية وتعريفا، سنظل نكبو ولا نخطو في سبيل يدلنا عليه، أو أمارة لقوانينه، أو نجمة نهتدي بها إلى ماهيته. ولربما كان جل ما يحاوله الشعراء في قصائدهم إبصارنا ما هو ليس بالشعر، إذ يقودنا النفي إلى اقتفاء الإيجاب والبحث عن الجمال وتصالحنا مع انعدام محدودية التفسير. ولكن ربما يساعدنا الديوان الذي نحتفل به، لم يعد أزرق، لشاعره محمد عبد الباري، يساعدنا على سبر أغوار السؤال عن الشعر وطرق أبوابه. هل يمكننا القول بأن الشعر هو خلق قلبك من بين أضلاعك وتشجره في الورق إثر الخسارة؟ هل يمكن أن يكون الشعر قلق المناطق الرمادية بين الوصول واللاوصول؟ هل يمكن أن يكون فضيحة انكسار محدوديتنا أمام سطوة الوقت والحلم والأمل؟ إن كان هذا تعريفاً للشعر، فالشعر يعني هذا الديوان. يفهرس عبد الباري قصائده بالخسارات، مقسمة ضمن ثلاث ثنائيات بينه وبين نفسه، بينه وبينها، وبينه وبينهم، وإثر كل ثنائية يخسر أزرقه شيئا من ملامحه. فأولا يخسر عمقه، ثم علوه، ثم سعته، فيقول: وجعلت تخسر ثم تخسر حتى أن أصبحت في فن الخسارة مرجعا. وماذا يبقى يا ترى بعدها؟ غير نزيف لا ينضب، وقصائد مخضبة بالخيبة، ورغبة رغم إيمانه بفقر جدواها بالمقاومة. ذلك أن فتيل أمل لديه ما زال يحاول الحياة رغم جرحه. لذا ينهي القصيدة آملا: فبغير هذا الأحمر الثوري في عينيك لن تجد القصيدة مطلعا. لن نتبحر في جماليات هذا الديوان، لأنها ستكون مهمة الأساتذة النقاد الذين نظموا حلية شهاداتهم في شعر عبد الباري. لكن بعيداً عن العلم والنقد، يمكنني القول بعد قراءة الديوان أنه ديوان متعب، حيث سيجعلك تسمع أنفاسك اللاهفة إثر مصافحة القصيدة تلو القصيدة، لأنه يعبر عنك وعنا وعن كل الذين يحاولون ويخسرون. فهو القائل: في الخلف لا شيء، خلف الخلف ثم دم، مسافر يقصد المعنى ولا يصل. ألف مبارك الديوان الذي يستحق كل هذا الاحتفاء، وكفاني حديثا، فإذا حضر الشعر بطل الكلام. محمد عبد الباري معنا من نيويورك، أهلا وسهلا فيك. محمد، أعتقد محمد عبد الباري معنا. دلال. أهلا. الصوت واضح؟ أي نعم. طيب، أولا مساء الخير عليكم جميعا.
وثانياً أنا سعيد جداً بهذا اللقاء، سعيد لأسباب كثيرة جداً لا يمكن أن تحصى. سعيد أولاً بأن أصافح جمهور الشعر العظيم، وسعيد أن أكون في بيتي القديم في أدب، وسعيد أن أكون مع نخبة من الأساتذة المعنيين بالشعر الذين أحبهم. سعيد أن أكون معك دلال، ومع الدكتور الصديق والدكتور سامي العجلان والدكتور رحمن، وكذلك بقية الأصدقاء. فشكراً لكم على هذه الفرصة الغالية على القلب جداً. أهلا فيك. أنا كأني سمعت بعض التعليقات تقول صوت غير واضح، أتمنى سمعت المقدمة. أنا سمعت المقدمة، بالنسبة لي الصوت واضح جدا، وآمل أن يكون كذلك صوتي واضح، وأشكرك جدا على هذه المقدمة القيمة. أفضل مدخل، أفضل تسييق لما نحن بصدد الحديث عنه. هذه طبعا بعض أسرارك التي غششتني إياها في مناقشتنا للترتيب، لكن أعتقد أن الديوان يعني يستحق أكثر، ولربما كانت حروفي قد أبخست حقه الكثير، لكن أتمنى من النقاد الذين سيأتون أيضا إن شاء الله سيملؤون هذا الجانب. أنا اتفقت، أصبحت دكتاتورية معك، وقلت لك أنا سأختار بعض القصائد، فأتمنى هو لابد من تعديل مهم، لأنه أنت ما أصبحت دكتاتورية، أنت دكتاتورية من يومك الأول يا دلال، بس إحنا نشيل لك الموضوع يعني. حرام عليك، تشوه سمعتي جديد. والله بصراحة عملية الاختيار صراحة صعبة جدا، لكن أنا بودي لو تبدأ بالقصيدة التي تقول فيها: لي انفصاماتي إذ انفصاماتي إذ لست أرى في التراجيدي إلا الضحكة. فكر التجربة الحرية. طيب، كما تحبي، لا بس ما يقدر أحد يقول لي أي مدير في العالم لا. طيب، القصيدة عنوانها فشل تجربة صوفية. يا الذي في الهادئين ارتبك، يا الذي في الهادئين ارتبك، وجهك الآن بوجه اشتبك. إنني أنت، كلانا لا يرى في الطمأنينة إلا شركا، وكلانا ترك القلب سدى وتناء ناسيا ما ترك، غير أني لي من الموجع في فشل الفكرة ما ليس لك، لي نزولي عن بقايا فرس حجري من مسافاتي شكا، لانتقالاتي في ألف فم حد أن أصبحت معنى منهكا، لانفصاماتي إذ لست أرى في التراجيدي إلا الضحكا، لي كآبات وجود لن يرى وأسى ماهية لن تدركا، لي دم خير أن يلبس في أرجل السلطة أو أن يسفكا، لانهماكي في تقصي جسد فائر في الشهوات انهمكا، لي 30 صراخا هي من أورثتني صوتي المنتهكا، لي هوى سميته منتزها ثم سمى نفسه محتركا. يا الذي قدت الحكايات إلى الوحي في ذروة ملاحك، من هنا والآن أرجوك إلى سرك الوهاج خذني معك، عافني من طول نص لم أكن فيه إلا هامشا مستدركا، وعلى ليلي أعني إن لي قمران مستنزفا مستهلكا، ثم علمني أصلي شهوتك، أنا ما زلت أصلي نسكا، وعلى نفسي حرضني أكن كبكاء لم يسامح من بكى، قف معي ضد العمومي وقل خالصني الموت لا مشترك. الله 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 الله، هذه من القصائد الجميلة والتي حرصت أن تقرأها في البداية. كلانا يشترك في الهوى الصوفي كما تعلم، ولذلك أعتقد
كانت هذه هي البداية. تسمي ديوانك محمد لم يعد أزرقا، لماذا الأزرق بالتحديد وماذا يعني لك؟ الأزرق هو أولا هو لوني المفضل، وأعتقد أن من الوظائف الأساسية للشاعر التأمل في كل شيء ما حوله. بين الألوان يبدو الأزرق هو أكثرها خصوصية، فهو كما تعرفين لون مرتبط بمعاني العمق، بالسعة، بالعلو، بالبحر، بالسماء، وهي كما تعرف هذه المناطق شديدة الشاعرية جدا. من ناحية أخرى أعرف تماما أن دلالات الأزرق تختلف باختلافات السياقات. طبعا في السياق الإنجليزي تذهب دلالات الكلمة على العكس تماما مما ما أريد قوله، لكن في أعتقد أنني مسؤول عن سياقي أنا، عن ثقافتي أنا، لا عن فهم الآخرين. وكما قلت مرارا عن الديوان أنه صادر عن صادر هو أول ديوان أكتبه في حياتي من ألفه إلى يائه. في العادة كانت المسائل كما تعرفين تتكاثر عند الشاعر قصائد، ثم يظن أن هذا الوقت مناسب لإصدار ديوان. هذه المرة المسألة مختلفة باختلاف التجربة التي أردت أن أعبر عنها. حدث في ذهني أن هذه التجربة أخذت ثلاث مسارات: مسار له علاقة بالعمق والذاتي، وله علاقة بالعلو العاطفي، ولها علاقة بالسعة الاجتماعية، سواء كانت هذه الاجتماعية قومية أو وطنية أو حتى إنسانية. أحيانا أعتقد أن تجربة مجيء الأمريكا لها فوائد كثيرة، من ضمنها أن المعاناة البشرية واحدة، وإن اختلفت أحيانا المظاهر والعناوين، وهذا ربما ظاهر في بعض نصوص الديوان. فهذه هي الأسباب مجتمعة التي دفعتني إلى مسألة العنوان بالأزرق. نعم، دكتور عبد الله السفياني شاكسنا ويقول لنا سألي ليش مو لابس أزرق؟ لماذا لم ترتدي الأزرق في الأمسية؟ والله لا، الدكتور المشاكس جاءت في مكانها. أنا فعلاً ترى أصاب بصدمة لما أفتح دولاب الملابس، لأنه الأزرق يطغى فيه بطريقة مملة. يعني أحس إني محاسب من التسعينات، ما عنده إلا نمط واحد باللبس. وعلى كل حال قل دكتور السفياني، طبعا مستحيل أول شيء أمسي عليه بالخير، ربان المركب أدب العظيم والصديق العظيم والشاعر العظيم، وأقول له أنه ترى هذا اللي لابسه أنا تقريبا يعني أزرق، بس أزرق متطرف شوي، أزرق واقف في نهايات الزرقاء. أزرق فقد لونه، بدل ساعة أزرق تصير لونه. بالضبط هذا هو. أزرق كئيب على ما قال واحد من الأصدقاء. بالعكس، حضورك هو البهيج بالعكس، لا أعتقد أن هناك مكان للكآبة اليوم. لاحظنا في الديوان هناك ثلاث لوحات للفنان السوداني إبراهيم الصبحي، وأتمنى أن أكون قد نطقت اسمه بالطريقة الصحيحة. هل هذا يخبرنا بعلاقة بينك وبين الفنان إبراهيم، أما حبك الخفي للفن الذي حاولت يعني أن تبرزه في الديوان؟ هو في الحقيقة الصلة أوضح من أن يشار لها. كل إنسان معني بالبحث عن معنى، يعني البحث عن المعنى هي النقطة التي تلتقي فيها الفنون على أشكالها. الشعراء، الفنانون، السينمائيون، المسرحيون، جميعنا نبحث عن معنى. ولذلك حين يدخل الإنسان إلى أي شيء، لنقل في هذا السياق الحديث عن الفن التشكيلي، حين تدخل إليه من سياق البحث عن معنى ما، مباشرة تجد نفسك في أوقات، في وقت قصير جداً، تأخذ شكل المحترف فيه. طبعاً أنا لم تكن لدي في السابق علاقة شديدة القوة بالفن التشكيلي، ولكنها تطورت إلى أن بلغت ذروتها الآن. أعتقد أنه من الأشياء التي تمس تجربة الديوان عندي هي أنني حظيت بهذه اللفتة الكريمة من أستاذنا الكبير الدكتور الرسام العالمي بحق إبراهيم الصلاحي.
أمد الله في عمره، هو فنان. أنا أود أن أهتبل هذه الفرصة لأدعو الأصدقاء للاطلاع على سيرته وعلى أعماله. هو فنان خالص، له بصمته الخاصة وتناقلت مدن العالم منذ أن كان في السودان، ثم في انتقاله إلى أمريكا وبعدها إلى بريطانيا. والحقيقة أنني بدأت العلاقة مع إبراهيم الصلحي بداية غير اعتيادية، لأنني في البداية رأيت عمل له دون أن أعرف من هو. يعني كنت في أحد المتاحف، وتعرفين أعمال إبراهيم في نيويورك وفي لندن وفي أماكن كثيرة جدا، فرأيت العمل شدني وقضيت وقت وأنا أتأمل العمل، ثم قرأت البطاقة التعريفية بالعمل، فإذا هو إبراهيم الصلحي، اسم عربي يرن. وبعدين قادتني الأشياء إلى، وهذا كان يعني ينم عن جهل سابق بالمسألة، فقدمني البحث إلى اكتشاف عالم إبراهيم. وحين تواصلت معه عن استخدامي لأعماله، هو طبعا لوحة الغلاف له واللوحات الثلاثة بالداخل أيضا لإبراهيم، فرحب وأعطانا الإذن لاستخدام هذه الأعمال. وأعتقد أنها في الحقيقة تضيف إلى معنى الديوان كثيرا، وتشرح وتؤول وتقدم مداخل جيدة للأقسام الثلاثة التي يقوم عليها الديوان. نعم، جميل جدا. وأعتقد أن كان من الطريف أيضا، يعني الغريب أنك اخترت يعني ما يقارب الأربع لوحات، لوحة في الغلاف وفي المنتصف. لماذا كان الزيادة في المنتصف؟ يعني بعض الشعراء يكتفون بلوحة في الغلاف وهكذا. يعني الديوان، لماذا اخترت أن تقسم الفصول مع لوحات أخرى متعددة مختلفة كذلك؟ صحيح، أنا كل المسألة أني لا أريد أن أشرح كل شيء فأفسد على الناس مسائل التأويل، لأن الشعر كذلك، الشعر أو الأعمال الفنية هو عقد يوقعه طرفان، الكاتب من ناحية والقارئ. وأعتقد أن القسم المتصل بالقارئ أو المؤول هو القسم الحقيقي، يعني نحن علاقتنا بما نكتب تنتهي فور الانتهاء من الكتابة، لكن علاقة القارئ علاقة لا نهائية. طيب، أحاول قبل دون أن أعطي كثير من التفاصيل، أنا اخترت هذا رجاء فني يا محمد، أنا إنسان لا تفقه في الفن، يعني شنو ذنبي؟ لا يعني والله لا، أنا تواضع في غير محل، أنت عليك باردة إذا لا. لكن أنا اخترت الثلاث لوحات في الداخل لأن كل لوحة منها تعبر عن الجو العام للقسم الذي تتقدمه. فلو شفت اللوحة الأولى مثلا، هي تتقدم القسم الذاتي، ستجدين فيها هذه الدلالة. في اللوحة الثانية هي تتقدم القصة العاطفية، وفي اللوحة الثالثة هي تتقدم هذا الشيء الجمعي العام الاجتماعي أو القومي أو الوطني أو الإنساني أيا كانت أشكال. فهذه هذا السبب ببساطة. نعم. وعلى كل فمي حرمتها غير أني خانني فيها فمي. يا ريت مع قصيدة تقرير الوحشة. طيب، كما تحبين. ونشوف تقرير الوحشة. أنا لا أعرف متى سنصل إلى درجة الاحتراف وصير مثل الشعراء المحترفين الذين يحفظون قصائدهم. هذه القصة انساها، أنا أحفظ لغيري أكثر من شعري يعني، فأعتقد أن القصة نتصالح معها ونتصالح مع حقيقة أن ذاكرتنا أصبحت أقل يعني. والله لا يعني لا تشكيلي لا أبكي لك، لأنه موضوع الذاكرة هذا مرض عصري مخجل، يعني لا علاقة له فقط بالشعر، لكن الذاكرة من بين خصائص العقل البشري تتعرض إلى هجوم عنيف من كل ناحية، وهذا مما يؤسف له في الحقيقة. والله يحاول الواحد قدر الإمكان أنه طيب أنا وين القصيدة؟ طيب، تقرير الوحشة. وجهها يا نازف الفضة في ليلة مجروحة بالأنجب، إنني بعدك بحث الظل عن نفسه بين حدود المعتمين.
صوتها يسر موسيقى على أفق منفلت في النغم، إنني بعدك صمت مبهم يتعالى من ضريح مبهم. قلبها يا كل ما شجعني كي إلى أخطر موت أنتمي، إنني بعدك قلب خزف هارب من حجر مرتطم. بالكريستال تشظى كله كله في وجهي المنقسم، بانشقاقي راية سوداء في رافض بيضاء في مستسلمي، بهدوئي بانفعالي بالأسى الباكي وحتى بالأسى المبتسمي، وبإطلالي على النسيان من شرفة في متحف للألم. كم وكم حاولت من فقدي لها، من شجا فقدي لها أن أحتمي. بالعمى ثرت على أطيافها وعلى أصدائها بالصمم، وتشغلت لكي أفلت من دوراني بعدها في السأم. وعلى كل فمي حرمتها غير أني خانني فيها فمي، حالما بالضفة الأخرى. وكم يحلم الفارغ بالمزدحم، أشتهي لو ظلها في كما تشتهي الحفرة ظل السلم. أشتهيها لمسة مغلة في حرير الرغبة المنسجم، حلما حرا من التأويل إن أفسد التأويل معنى الحلم. سيرة ذاتية تمتد من قلبي الطفل لقلب الهرم، وردة تعبد من حرية نفسها قرب سياج محكم، وهواء ملحميا باسمه تتوالى خفقات العلم. يا دمي لست أساويك سوى بالتي لسم لها إلا دمي، هي ما أفتتح الآن به فقرتي في مهرجان الندم. لم تكن إلا سماء أنزلت لمصاب برهاب القمم. الله 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 الله. صراحة الديوان يعني القارئ يعني أنا حقت عليك من كثر ما ألمت قلبي وأنا أقرأ الديوان حقيقة. يعني فعلا القارئ للديوان يشعر بالخسارة بالألم، وكذلك المشكلة الآن أن نحن نعيش زمن الخسارات العظمى الآن، يعني في الوباء، في حتى في خسارة اليوم العادي الذي كنا نتذمر منه الآن نخسره، وفجاء ديوانك يعني غناء على الآلام يا محمد. قد يكون هناك اتهام لك بأنك يعني يجب أن يكون القارئ لمحمد عبد الباري قارئا مثقفا، حيث أن عبد الباري يستخدم الأسطورة اليونانية وقصصا قد لا تكون يعني مألوفة للقارئ العربي، فهناك من يريد أن يقرأ ليطرب لا يريد أن يقرأ ليفكر، فما ردك على هذا الاتهام يا وهذا هذا سؤال شائك وطويل. الآن وأنت تسألين ينفتح في ذهني ألف باب، وباب علي أن أختار باب لأجيب، لأنها فعلا هي مسألة شائكة. لكن أولا الشعر من حيث هو تجربة ذاتية شخصية، لا مجال فيه للاختيار، لا مجال فيه أنه محمد عبد الباري أو غير محمد عبد الباري أن ينتقي صورة منه مناسبة للآخرين. علي أن أكون أنا، هذا هو الشرط الأول. يعني ربما في أشكال أخرى من الكتابة، ربما لو كتبت مقالا ستكون سيطرتي على صورة ما أكتب أفضل. حين يأتي الأمر إلى الشعر فقط علي أن أكون نفسي. ودائما يصلني هذا السؤال أنه أعمالك فيها تجريد ذهني شديد، فيها نريد أن نلمس تجربتك الذاتية. وهذا السؤال الحسن النية لكنه ينطوي على قدر من التعميم، يعتقد السائل أن الناس تجاربهم الذاتية هي تجارب واحدة، والناس الشعر كذلك مرتبط لدينا بالأحاسيس وبالمشاعر. لكن وجهة نظري الشخصية الذاتية حتى الفلسفية أنني لا أستطيع أن أفصل بين ما هو عقلي محض وبين ما هو قلبي أو وجداني محض.
أنا على طريقة القرآن، على طريقة الفلاسفة، على طريقة لهم قلوب لا يعقلون بها. المسألة جدا مزدوجة. من ناحية أخرى، هناك غموض وصعوبة في الشعر من حيث هو شعر، وهذا بالمناسبة ليس أمرا جديدا، ليس أمرا مربوطا أو مرتبطا بالشعر الحديث. الشعر منذ لحظته الأولى، ولذلك نحن نقاد كبار مثل الجاحظ ومثل عبد القاهر ومثل حازم القرطاجني دائما ما يتحدثون عن فكرة أن أفضل الشعر ما غمض، فلم يسلسك قياده إلا بعد مماطلة. والأمر الآخر كذلك، الإمام الغزالي كان يقول: من جرب تجربتي عرف معرفتي. أحيانا هناك نصوص أو قصائد تنتظر منا إما أن نكبر بمعنى العمر ليس بمعنى القدر، أو تنتظر أن تمر بذات التجربة التي مر بها الكاتب فقط. لكن مع هذا كله، أنا أود أن أستغل هذه الفرصة لأشكر بحق القراء الكرام الذين يحيطونني أنا شخصيا وما أكتب بكل هذه العناية وبهذه الثقة، الثقة التي أنا ألتقي بناس كثر يقولوا لي إنه أوكي إحنا تقريبا ما ندش قاعد تقول، لكن في شيء، يعني هو في شيء كويس، لكن حتى هذه المحاولة، هذا الكرم، هذا التلقي الصادق، هو من حيث التجربة الفنية هو التلقي الحقيقي. لأن لا يمكن لي أنا حتى شخصيا كقارئ بوصفي متلقيا أو قارئا، القصيدة التي أفهمها كاملة من أولها إلى آخرها منذ اللحظة الأولى، في العادة أعرف أنها قصيدة لن أعود إليها ما حييت. هناك درجة من الغموض، والعودة إلى كلمة شعر في المعاجم بكل اشتقاقاتها تعطيك هذا الطابع الدقيق من الإحساسات، هذا الطابع الدقيق من المعارف. الشعر كله معرفة حدسية غامضة. مسألة الإحالات أعتقد أنها هي أسهل ما في الأمر، بالعكس، يعني كل الأمر أن الناس دائما يتعاملون مع بيت الشعر أو القصيدة بوصفها كتلة واحدة بلكة كذا على الرأس، فبالتالي يرتبك. لكن الطريقة السهلة جدا، وأنا ممكن أعطي هذه الوصفة لقراءة أي شعر في العالم، أنه حين تقرأ بيت أو قصيدة فيها إحالة، التقط أنفاسك أولا ولا تتعامل معها على أنها دفعة واحدة، ثم فكك المسألة. يعني الإحالات في الشعر بسبب طبيعة الشعر الموسيقية والأسلوبية هي يعني في الغالب الأعم دلالات شديدة المباشرة. يعني حين أحد يستخدم في قصيدته سيزيف أو بروميثيوس أو مثلا أبو موسى الأشعري مثل ما سوى أمل دنقل، أو خادم الوليد، أو كليب، أو المسألة ببساطة خذ هذا الرمز وشوف أول شيء. يعني أنت لا يمكن لأحد مثلا أن يفكر في سيزيف إلا هو يفكر في الصخرة مباشرة. يعني لو وضعت على جوجل فهمت الصورة، رجعت إلى قراءة البيت مرة أخرى، مباشرة ستجد أن النص يفتح أبوابه لك. فأنا لا أعتقد أن الإحالات هي أصعب ما فيه، لكن الإحالات تصطدم أحيانا بحاجز نفسي اسمه الألفة. يعني حين مثلا يقرأ الإنسان القصيدة ويصطدم برمز، بفكرة، بإحالة إلى مبدأ، إلى رأي، إلى شخصية للتو سمع عنها، ربما هذا يعني يسبب له بعض الإرباك. لكن المسائل بشكل عام أسهل من هذا، وتحتاج فقط تحتاج إلى تروي، إلى قراءة ثانية، إلى قراءة ثالثة. وكما قلت لك أنه أحيانا النص فعلا ينتظرنا. هذا يحدث معي أنا في نصوص كثيرة، حتى في نصوص فلسفية. تقرأ نص كتاب قرأته قبل 3 سنوات ما فهمت من شيء. الواحد من أعظم العقول في تاريخنا، إن لم يكن، لا أريد أن نذهب، خلينا على أنه أعظم العقول مثل ابن سينا كتب في سيرته الذاتية التي رواها تلميذه أبو عبيد، كتب أنه قرأ، وهذا ابن سينا فلت من فلتات البشرية كلها، ليس من فلتات الإسلام والمسلمين فقط، كتب أنه في شرح ما وراء الطبيعة لأرسطو، أنه قرأ الكتاب 50 مرة
50 مرة ولم يفهم منه شيئا، واضطر بعد ذلك مع عدم الفهم إلى حفظه كاملا، حفظ كتاب كامل دون أن يفهم من شيء، إلى أن مر يوما بوراق فوجد شرح الكتاب للفارابي فأخذه، فانفتحت مغاليق الكتاب، وذهب إلى الجامع الكبير ليصلي صلاة شكر. لأن يعني عبد الباري، ما تقول أنك ضمن فريق وليم لا يفهمون ما يقال، وعلينا أن نحفظ ديوانك مرداع حتى تكون الألفة بينه وبين ديوانك، ما تريد أن تقوله يعني. والله أنت مشكلجية دلال، وهذا شيء غير هذه توصيح. لا هذا شيء لا يفاجئني. قال لي باغيتي كثر ما تديري. لا بالعكس، يعني استغل الفرصه كثر. انا والله قلت لك الناس اللي يقرؤون، بالعكس اللي يقرؤون النص لمره او مرتين او كذا اشكرهم جزيل الشكر. لا اعتقد ان المساله اصلا تستحق كل هذا العناء، لكن مش مشكله، مردوده لك. على كل حال الان 1-0 وبنرجع بعد شويه دلال. طيب، عنوانها الغربات السبع أسفلها بحر ويخشى بأن ينتابه الملل. ليه تسمع لنا هذا الجميل؟ طيب، اللوحة المرأة هذه من القصائد الناجمة عن العلاقة المستجدة مع الفن، لأنني قضيت وقت طويل في أثناء بقائي هنا أتردد على المتاحف، وجدت علاقة لها علاقة بالمعنى فعلا. فهذه القصيدة أنا كتبتها بالكامل، لأنها قصيدة صغيرة كتبتها في زاوية في متحف المتروبوليتن هنا في نيويورك. حاولت أن أرسم فيها يعني بلغة أهل الفن، أن ترسم لك بورتريه بس في لاندسكيب، يعني معكوس المسألة. طيب، بدون كبير شرح اللوحة المرآة، عنوانها الغربات السبع. عنوانها الغربات السبع أسفلها بحر ويخشى بأن ينتابه البلل، وفوق في جزئها الأعلى تطيش بها دوائر من دخان ليس تكتمل، في العمق منها تماما حيث تنتصف الأبعاد مستند في غيمة جبل، على اليمين وفي ليلين من سهر رمل بعد مزايا الرمل منشغل، على الشمال رماديا ومختنقا يفر من ذكريات مرة طلل، في الخلف لا شيء، خلف الخلف ثم دم مسافر يقصد المعنى ولا يصل. الله، أنا ما راح أسأل لأن سفيان يقول لي خليه بطل فلسفة وخليه سمعنا شعر شعر شعر، لا تخليني يتفلسف علينا. طيب، مو مشكلة يا محمد. والله كلامي. بس هذا أنا أريد أن ألفت انتباهك بس للعبة السياسية هنا، لأنه الآن كذا أنا ما أقدر أهاجم السفياني، غير موجود الآن هو في الشاشة، أنا ما أدري إيش قاعد يسوي، لكن هو قاعد يستخدم، يعني قاعد الآن يستخدم كسلاح، وأنا أتوقع أنه صعب يعني. الدعم جيد، ما عليك، عارف العب عاد. لا انا بعد تمام، اثق في هذا هذيلا. طيب، ولي من لا نهائياتي موتي ثلاثتها عينيك والرحيل. طيب، عيونك والرحيل اسمه. انا احس ان قرانا شعر كثير. ليش ما نسمع من أساتذتنا، نسمع من إذا أحد لديه مداخل. هذه أكثر قصيدة إن شاء الله، كان الطلب من الدكتور سامي حقيقة قبل اللقاء بأن نجعل أول 40 دقيقة يعني للشعر والأسئلة، وبعدها يعني ندخل في الشهادات النقدية. هذا طلبهم، فهذه آخر قصيدة الآن حتى تستطيع الدخول إلى الشهادات النقدية.
طيب والدكتور سامي تم التعبر عليك مسبقا يا عبد الباري، تم التعبر عليك. لا واضح، اي واضح واضح. طيب القصيدة اللي هي حب مصاب بالسفر، حب مصاب بالسفر. حب مصاب بالسفر. طيب حب مصاب بالسفر ولي ولي من لا نهائيات موتي ثلاثتها، عيونك والرحيل. ولي من لا نهائيات موتي ثلاثتها، عيونك والرحيل. أحبك لكن البدوي مني يميل مع السحابة يستميل. سلالات هي الطرقات مهما تناءت، والسليل أنا السليل. لقد حاولت أن أنشق عني ليسكن فيك تطواف الطويل، ولكني أنا سفري تماما كما أن الحصان هو الصهيل. أعددني 30 اغترابا ويسقط من وجوه الآن جيل، ولم أصل المنازل بعد مما أريد ولا تناهى بالسبيل. أحبك غير أني كنت مني أطل على الحياة ولا أطيل. هناك هناك في الشفقي فيما وكانت كل شمسي تستقيل، تراءى لي هواك كما تراءى لمختنق هواء مستحيل. فيا وطنا من الراحات، فيا وطن من الراحات، نادى علي الهائل الخطر الجليل. هو الآن التحرك نحو 1000 من الغربات يعرفها الدليل. سأذهب لاستراحت من ضلوعي مداخنها ولا برد الغليل. سأذهب لاستراحت من ضلوعي مداخنها ولا برد الغليل. ولا حررت صوتك من حمام نأى عني ليتسع الهديل، ولا استقصيت وجهك وهو يجري به سرب الفراشات الجميل. ولم أتبع سطوعك في مرايا تدوخ وفي ثريات تسيل، ولا وحدت في معناك ذاتي، فنصفي قاتل نصفي قتيل. وحتى لم يقلك فمي تماما، فأنت كثيرة وفمي قليل. الله 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 الله، هذا نص جميل رائع جدا. بالبداية بأول ترحيب لنا، نريد أن نتأكد بأن الدكتور الصديق عمر الصديق موجود. دكتور الصديق، هل أنت معنا؟ الدكتور صديق، دكتور صديق هل أنت معنا؟ أظن أن يكون معنا الدكتور صديق الآن قد يكون يعاني بعض المشاكل التقنية، لا مشكلة. سننتقل الآن إلى الدكتور رحمن غرقان. تأكدت من اسمه، هو غرقان وليس بالكافية محمد، كنت تجيب إلى الهاوية. أرحب بالأستاذ دكتور رحمن غرقان، أهلا بك معنا في هذه الأمسية الجميلة، وأتمنى أننا قد لا نكون أطلنا عليك يعني بالتوقيت. واسمح لي أن أعرف المشاهد والمتابع بسيرة حضرتك كي مختصرة طبعا، كي تبدأ حضرتك بالشهادة النقدية. طبعا الدكتور رحمان غرقان من العراق، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة في كلية التربية من جامعة القادسية في العراق، شاعر وناقد له العديد من الإصدارات الشعرية والنقدية، من أهم إصداراته سوف بلا ربما، وسفر في مرايا، تجليات جبل، وتصلي المآذن. كذلك لديه العديد والعديد تبارك الله من الأعمال النقدية، نذكر أحدثها هي شعرية الوشي، قراءة في مكونات الشعرية،
المعنى والمعنى الشعري في غيابة اللائين، تصوير القرآنية في الأسماء، كذلك حائز على جائزة الدولة في النقد الأدبي عن كتابه علم المعنى عام 2009 عن وزارة الثقافة والإعلام العراقية، حكم في مسابقات دولية متعددة في الشعر والقصة والرواية والنقد في مختلف أقطار العالم العربي، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه. وهذه سيرة مختصرة جدا من سيرة عبقة عميقة تبارك الرحمن للدكتور رحمن غرقان، أهلا وسهلا بك. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا كثيرا، شكرا حبيبا لكم لهذه المئذنة العالمية، أدب مئذنة عالمية هائلة. شكرا لما تقدمون، شكرا لهذه المحبة الهائلة، وشكرا لصديق الحبيب محمد عبد الباري الذي نلتقي لمناسبة تتصل بقلبه المتدفق دائما. شكرا جزيلا لكم، لأن الوقت ضيق فسأدخل مباشرة للموضوع. لم يعد أزرقا، هذا هو عنوان المجموعة الشعرية التي ليست مجموعة شعرية، التي هي ديوان. ديوان لم يعد أزرقا مبني بناء مدهشا. بدءا لنقر مسألة، وهي أن الشعر من بعض معاني أن الشعر إحساس بالآخر من خلال الكلمات، ولا ينصرف القصد من الكلمات إلى المنطوق من الأصوات المدون بالأحرف والكلمات. لا، الكلمات تبدأ بما ننطقه ولكنها لا تنتهي، لأنها تسع الموجودات كلها. ومن ثم الشاعر يدهشنا إذا اتسع معجمه في الكلام ليبتدئ بالكلمات ولا ينتهي معها، وإنما يمتد إلى العالم الرحب الهائل كثيرا. يعني هذا الديوان لم يعد أزرقا، معجمه الشعري بدأ بالكلمات، ولكن كل شيء في سياقه النصي وكل شيء في سياقه العام يدخل رافدا في هذا المعجم. وليلاحظ معي المستمع الكريم والمشاهد الحبيب، العنوان وثم إذا دخلت إلى الديوان بأقسامه الثلاثة، العنوان وأقسام الديوان الثلاثة لوحدها هي قصيدة شعرية من 7 أبيات. العنوان سطر أول، بيت أول، لم يعد أزرقا. البيت الثاني هو البيت الثالث، أزرق يخسر عمقه، وهكذا. البيت الرابع هي البيت الخامس، أزرق يخسر علوه، والبيت السادس هو هم، والبيت السابع أزرق يخسر سعته. وحين تعلل صرف أزرق إلى أزرقا تبررها بأنها جزء من قصيدة شعرية، ويعني المعروف رأي سيبويه في هذا، والانفرد في المدونة النحوية الصرفية، انفرد الأخفش الأوسط بجواز الصرف هنا يعني. ولكن هنا إذا جاز لي الكلام في هذا الارتجال وهذه العجالة، كأن محمد صرف من جهة أن هذا شعر، وصرف من جهة الرأي الذي يقول به بعض النحاة مثل هذا سعيد بن مسعد الأخفش الأوسط يعني. لكن حين آتي إلى الديوان، ألحظ أنه بدأ في قسمه الأول بمحمد منتميا إلى الماء، إلى البحر، وفي قسمه الثاني بمحمد منتميا إلى السماء، وبقسمه الثالث محمد منتميا إلى الناس. ففي القسم الأول كان هو،
وفي القسم الثاني كان هي، وفي القسم الثالث كان الناس. وحين كان هو كتب خمس قصائد انت صدرت جميعها عنه، بحيث أن أول بيت في أول قصيدة من القسم الأول كان هو، حيث يقول: يا من وجدتك بالتماسك مولعا، حرية الجدران أن تتصدع. وهكذا حين ينتقل للقسم الثاني يستهلها القصيدة الأولى، والقسم الأول من 5 قصائد، القسم الثاني من 7 قصائد، يستهل القصيدة بهي في وكان عنوان القصيدة: سيرة عادية لامرأة غير عادية، ويبدأها موازيا له. فالبيت الأول في القصيدة: هي وحدها امرأة وتعطي الماء فرصته ليصدق في السراب، تحمي ألوهتها من الشبهات بالصمت الجليل وبالعلو وبالغياب. ولأنها كانت تريد الذات سالمة تماما من خدوش الآخرين، تعودت ألا تساوم في حراسة منزل من دون باب. حين تتتبع القصائد في القسم الأول تجد محمد بين هلالين البحر، وحين تتتبع القصائد 7 في القسم الثاني تجد محمد بين هلالين السماء. والسماء هنا استعارة إلى المرأة، والسماء هنا الحنو، المرأة الحنو. وعالم المرأة حين يستهله بهذه الإطلالة الهائلة يدهشك، وهو يقرأ الأشياء بشكل يجعلك تجد في الأشياء أشياء أخرى، تجد في الأشياء حيوات مدهشة. وحين ينتقل منه في القسم الأول إليها في القسم الثاني يجري إلى الأفق، إلى الناس في القسم الثالث. وحين يبدأ بالقسم الثالث، القسم الثالث يبدأه القصيدة الأولى في القسم الثالث عنوانها الصعاليف، ولهذا يستهلها: وفي البدء أوصيك بالخاسرين الذين يعدون الخسارة فن، ويختم القسم الثالث بالشهداء، بمعنى أنه يجد الحياة حيث هو في القسم الأول، وحيث هي في القسم الثاني، وحيث الآخر الناس في القسم الثالث، ليجد نفسه بحرا ويجدها سماء حانية، ويجد الآخر فيما تبقى وجودا كاملا. حين تتتبع الأبيات بعد هذه الهيكلية للبناء الديوان تجد أنه تجد 4 أشكال لكتابة البيت الشعري. هناك بيت الشطر الذي أنت تقرأه بشطرين، صدر أول وشطر ثاني، بشطرين، لكن هو يضيف له في الطباعة بعدا آخر ليجعله بعض المعجم الجامع لكلام القصيدة، فيجعله سطرا واحدا، لأن هذه السطرية حين تقرأها تتصل من خلالها إلى معنى آخر. يعني حين يقول: لي 30 صراخا هي من أورثتني صوتي المنتهك، على الرغم من أنها من شطر أول وشطر ثاني، إلا أنه كتبها في شطر واحد، في سطر واحد. وحين يعني مثلا يذهب إلى الإيقاع، الإيقاع الوزن في هذا الديوان له صلة عضوية بالمعنى، وهذه نادرة جدا في الشعرية العربية، أن أكتب فإذا تأملت القصيدة بعمق وجدت الصلة بين الوزن ببنيات المجردة الإيقاع وبين المعاني التي تذهب إليها، أجد صلة عضوية هائلة. ولذلك أذهب إلى قصيدة نشيد الصعاليف، وزنها المتقارب، يعني نشيد
إيقاعي، وحين أذهب إلى أغنية للوطن والعاصفة أجد الرمل وبناء القصيدة على وحدة القافية أجده أيضا غناء، وحين أذهب إلى الرجز في قصيدة عنوانها الخطأ ألحظ الأمر نفسه، بحيث لا الإيقاع، إيقاع الرجز هنا في قصيدة الخطأ جزء عضوي ينتج معنى إضافيا للمعنى الذي تنتجه الأبيات. وإذا جئت إلى تسلسل القصائد من القصيدة الأولى يا من وجدتك بالتماسك مولعة إلى القصيدة الختامية الشهداء، أجده قد سلسل القصائد ليجعل ذلك التسلسل حاملا معاني، بحيث تقف مع هذا الديوان على تجربة في التعامل مع الأشياء وهي تشكل حيوات الديوان، تعاملا يحسب لكل شيء حسابه، فلا زيادة ولا نتوء. وهذا يسحبني إلى من الجسد إلى الظل، أعني من الكلام إلى أثره، إلى فاعلية إنتاجه في الحياة. من يتعامل، من يكتب الشعر بهذه الطريقة التي يتغذى كلامه في هذه الطريقة على الأشياء كلها، من يكتب بهذه الطريقة ينتقل إحساسه بالكلمات إلى إحساسه بالآخر، وهذا الانتقال من الإحساس بالكلمات بهذا الفائض إلى الإحساس بالآخر، بالآخر البشر وبالآخر الحجر بهذه الطريقة، هذه قيمة إنسانية للشعر هائلة نحن بحاجة إليها. رائعة دكتور، أنا أعتذر جدا وكل أسف، لكن نحافظ على الوقت كما اتفقنا، وكذلك الأسعد مع أن صدقني أنا مستلذة ومستمتعة، كذلك أرى من وجه عبد الباري الاستمتاع وكأنك تفكك رموز هذا الديوان وتصحبنا، يعني هو يريد الإصرار على الغموض لكنك أنت تعيننا محمد حتى في قراءته الشعر، حتى في قراءته الشعر هو يقرأ الشعر وهو مسكون بأن المتلقي يحتاج إلى التأني ليفهم المعاني، لهذا هو يقرأ قليلا يقرأ كثيرا وينشد قليلا. ها قد وجدنا دليلنا إليك يا عبد الباري. أنا أولا لو كمل جميل. كان سأس يعني بالضبط المفاجأة موجودة إيه الآن أنت عرفتي الشعور المتناقض الذي اللي أنا كنت فيه مع الدكتور. أولا هذا التقدير الكبير، لأن الدكتور ببساطة كان يكتب شعرا وهو يحلل هذا وهذا نموذج نشير له في أن الكتابة الإبداعية أحيانا تتفوق على التناول. والدكتور رحمن دليل ممتاز على فكرة كنت ألحظها في النقد العربي المعاصر أو حتى في النقد الغربي اليوم، النقد الذي لا يتأسس، لا ينطلق ابتداء من 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 يعني أشعر دائما أن تاريخ النقد العظيم هو تدرج بين ثلاث مراحل، تبدأ بالذائقة تنتهي أو وتنتقل بعد ذلك إلى تجربة ثم إلى منهج، هذا هو تاريخ النقاد العظام. اليوم مثلا جزء من الغثاء النقد اللي موجود اليوم أنه من البداية هو يفقد موضوع الذائقة. صحيح. ناقد بلا ذائقة ولو تدجج بآلاف المناهج هو ناقد لا قيمة له. الدكتور صحيح. بهذه الذائقة الهائلة، بهذه البصيرة المتقدة، يعطينا درس، وأنا صراحة أقدر له هذا الجهد وهذا القراءة. ومن ناحية ثانية الشعور الثاني اللي هو اللي قلتيه انت، اللي كذا الدكتور حيخرب سوقنا، لانه كشف اسرار الموضوع، انه دائما الشعر كذلك عمل ترميزي، والانسان والشاعر يرمز بكل شيء، يرمز بطريقه كتابه البيت، يرمز بطريقه ترتيب القصائد، يرمز بموسيقاه، يرمز باخيلته. فحين يأتي ناقد بصير ويعني يتعاهد هذه العقد بالحل،
يصير فعلا شعور الشاعر شعور قائم. أعتقد أني يا محمد شخصيا أغبطك وكل شاعر سيغبطك على وجود ناقد مثل الدكتور رحمن يتغلغل إليك ويكشف الأشياء. وأنا أشكر إلقاء للشعر يعني يلقي الأبيات بطريقة وكأنه هو ناظمها يعني، وجعلني صراحة يعني أشتاق إلى أن نسمع قصيدة أخرى قبل أن ننتقل إلى الدكتور الصديق. فلنسمع منك القصيدة التي ذكر أبياتها بطريقة رائعة، وهي سيرة عادية لامرأة غير عادية. طيب تاريخ عادي، تاريخ عادي لامرأة. نعم. أنا هذه القصيدة أهديها خصوصا لكل الفتيات أو النساء الحاضرات معنا الليلة. شكرا جزيلا. هي وحدها امرأة وتعطي الماء فرصته ليصدق في السراب. من يومها كانت هناك عنيدة كالمستحيل، جميلة كالسيف، جارحة كذكرى الغائبين، وحرة كالأغنيات على السطوح، وجادة كالمنتهى من شمس آبي. دلال بس دقيقة أجرب الصوت لأني أنا أسمع الصدى، ومؤذي. إحنا نسمعك بوضوح. إيه أنا أسمع بصدى فلذلك. طيب دقيقة الآن كيف؟ طيب دقيقة بس. واحد أو واحدة كاتبة هذه عين من الشباب. طيب الشباب وقفوا لا تعطونا عين. طيب الآن تسمعين صوتي؟ نعم أسمعك بوضوح. ممتاز ذهب الصدى الآن. المهم أنا أسمعك لأن القصيدة أفادها أسمعها يعني. تمام. منذ البداية كانت امرأة تحاصر ما تمرد من أنوثتها لتخفي الرائع المغرور من هذه الأنوثة بين أقواس الضباب، تحمي ألوهتها من الشبهات بالصمت الجليل وبالعلو وبالغياب. ولأنها كانت تريد الذات سالمة تماما من خدوش الآخرين، تعودت ألا تساوم في حراسة منزل من دون بابي. لكنها قالت لبرق خاطف في القلب أهلا حينما نظرت إلى رجل رأته على الموازي من طريق خروجها عن روح هذا العصر، يحمل مثلها رفض القصيدة كله في وجه أزمنة الخراب. هي لحظتان وقررت أن تنقذ القمر المحاصرة بالغبار وأن تريح هروبها منها قليلا. قررت أن تمنح الرجل المفاجئ فرصة، نسيت يديها في يديه وسمت الفيضان في عينيه تعويضا لها عن كل تاريخ الجفاف، وسلمته قلاعها السرية الحمراء حين استأمنته على مواطن ضعفها، وشكت إليه صبابة الخطأ التي من بعدها لم تقترف حتى صبابات الصواب. فرشت له سجادتين أنيقتين من الكلام، ورنحته على حبال تشهيين، وقاسمته نصيبها البري من روح مليء بالحمام، وثم من جسد مليء بالذئاب. حملا معا ما شف من لونيهما وتداخل في عشر لوحات من المدن الغريبة. فيك يا روم القياصرة القدامى، يا كريستال الغروب أمام قوس النصر في باريس، يا غرناطة القلب المجرح بالهواء الحاد، يا أعلى الشمال الأردني متوجا بالمستهل من القرنفل في الروابي. فيما وكانت تطلب الأبدي باغتها المؤقت، فجأة كسر الهواء زجاجة الليل المؤجل. حينها رأت الظلام الموحش السيال يقسم نفسه في أسودين من البرودة والفراغ، كلاهما
يفضي على حدة إلى جهة اغترابي. وتذكرت أثناء ما كانت تؤرخ سيرة للشرخ أنهما ومنذ اللحظة الأولى لهذا الحب قرر عنهما قدر التوازي المستبد، وحيث ليس بوسعها الطرق الموازية للتوحد لم تعد إلا الصداقة وحدها، فلتندلع في القلب أجراس الذهاب. من يومها وهناك سيدة تلملم ليلها مشغولة جدا بتحرير الأغاني من معانيها وجر الذكريات إلى أماكنها من النسيان، سيدة وتطفئ قلبها أثناء إطفاء الشموع وترجع الآن القناع لوجهها أثناء إرجاع النبيذ إلى الخوابي. الله الله الله، أحسنت، أخذنا إلى جو آخر في هذه القصيدة. أعتقد التعليقات، أرى التعليقات يا ساتر. البنات يعني تأثرنا جدا، وأنا واحدة منهن يعني حين قرأت هذه القصيدة في الديوان. ننتقل الآن إلى الدكتور الصديق عمر الصديق، ونتمنى أن يكون حاضرا بيننا. الدكتور الصديق، هل أنت معنا؟ الدكتور صديق، آمل أن يكون معنا، أنا رأيته قبل قليل. نعم أنا معكم. أهلاً 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 دكتور. أهلاً أهلاً، أنا كنت معكم منذ البداية. الحمد لله، لكن لم حين حاولت ندائك لم تستجب، بدأنا مع الدكتور رحمن. معذرة على ذلك دكتور الصديق، أهلاً بك، أقدمك في سيرة مختصرة تبارك الله على السيرة الجليلة القديرة التي لديك. سامحنا أننا سنختصر هذه السيرة لنعرف المشاهدة بك، وحتى تدلي بشهادتك ورؤيتك النقدية في ديوان محمد عبد الباري. طبعا الدكتور الصديق عمر الصديق هو مدير معهد البروفيسور عبد الله الطيب للغة العربية بجامعة الخرطوم في السودان، وعضو مجمع اللغة العربية بالخرطوم، ومدير بيت الشعر بالخرطوم كذلك. لديه العديد والعديد من الجوائز والتكريمات، فعلى سبيل المثال حائز على تكريم جلالة الملك عبد الله بن حسين ملك الأردن في عام 2009، وأيضا تم تكريمه من مؤتمر الجامعات الإفريقية بالخرطوم ضمن الشخصيات التي خدمت اللغة العربية. كذلك للدكتور العديد من الخبرات الإدارية والتدريسية، يضاف إليها تعاون مع العديد من الجامعات أمثال الكلية الكندية ومعهد تدريب القضاء وجامعة بحرة وكلية السودان وجامعة أم درمان الأهلية، وبالإضافة إلى تدريب أو الإشراف وإنشاء دورات تدريبية أشرف عليها وشارك فيها، ونشر العديد من الأبحاث أبرزها واحدة منها وهو غموض الروايات في صلة بعض المخضرمين بالخلفاء الراشدين، وكذلك الصيد والفروسية في شعر أبي الطيب المتنبي. كذلك شارك في العديد والعديد من المؤتمرات والملتقيات، له كذلك إصدارات في مشاركات في التلفزيون وإصدارات أيضا أخرى وإنجازات، منها مقوم معجم السيميائيات وأيضا قام أيضا بتقويم 10 كتب منهجية على الأقل أصدرتها الهيئة العليا للتعريب بالخرطوم. لو أردت الاستمرار فلن ننتهي تبارك الرحمن، واعذرنا دكتور صديق على اختصار هذه السيرة العطرة تقديما لك للمشاهد. تفضل ومرحبا بك. مرحبا بكم، أنا سعيد جدا أنني سمعت الحوار منذ البداية، وسمعت حديث الدكتور الرحمن، وكان حديثا جيدا وراقيا وطيبا، وسأجتنب كثيرا مما قاله ونحن في حضرة هذا الديوان الجديد. أبدأ ببعض المسائل التي لها دلالات عميقة. كما ذكر الدكتور رحمن، فإن كل شيء وضعه الشاعر إنما وضعه بميزان دقيق، ولهذا فهو يحيل إلى دلالة.
فالدلالة الأولى في الإهداء هي التي تلفت النظر. طبعا العنوان هو العتبة الأولى، لكني سأتجاوزه لسبب تكتيكي بحت. فأقول في الإهداء حين يقول فعلت ما بوسعها القصائد، هذه القصائد، ولكن لها إلى يكفي لوصف خسارتي فيك إلا هائل الصمت قبل كل قصيدة وبعدها، إنما يحيلنا إلى مسألة أن الفن هو معادل موضوعي جمالي للتجربة الإنسانية. فالشاعر فقد عالما في الواقع ولكنه يستعيده الآن على مستوى الفن، أو يحاول استعادته على مستوى الفن. وهذا حدث عند بعض الشعراء في العصر الحديث كسلفه التيجان يوسف بشير، ودعت أمس يقيني في مودأة غبراء تعصف في أعماقها الريح، تكسرت شمس دنيا القلب وانطفأت في عالم الروح من نفس المصابيح. هذا فردوس جمالي صنعه الشاعر فنا يعوض به ما فقده في عالم الرؤى الساحرة بالنسبة للتيجاني. أما بالنسبة لعبد الباري، لمحمد عبد الباري، فالحق أنه كسب عمقا وعلوا وسعة على مستوى الفن، لأنه استطاع أن يستعيد هذه الأشياء على مستوى بنائه الفني الفخيم في هذا الديوان. إذن الموقف على نحو هذا ليس موقف عبد الباري، هذا ليس ببيان شعري عن تحولات فكرية أو عن الموقف الذي هو عليه الآن كما صنع المعري. نحن نعرف في تراث الشعر العربي محمد يمتح من التراث بعمق عجيب، من التراث الأدبي واللغة والفلسفة الإسلامية. فلذلك أنا دائما أحيل إلى التراث. فهو مثلا المعري حينما أعلن مذهبه في التزهد غدوت مريض العقل والدين فالقني، لتسمع أنباء الأمور الصحائح فلا تأكلن ما أخرج الماء ظالما، ولا تبغي قوتا من غريض الذبائح، ودع ضرب النحر الذي بكرت له كواسب من أزهار نبت فوائح. في آخرها يقول، وهذا هو الإعلان والبيان، مسحت يدي عن كل هذا فليتني أبهت لشأني قبل شيب المسائح. لكن الفرق بينهما أن محمدا يزهد في التزهد، كأنه يعلن أنه زهد في التزهد، أما المعري فهو زهد من الدنيا أو زهد في الدنيا. الأمر الثاني الذي يلفت النظر في هذا الموضوع هو المداخل الاقتباسية، أو المدخل المقتبس في مقدمات القصائد. هذا شيء عجيب الذي جاء به الشاعر في هذا الديوان. أنا آنست ولوعا عند محمد عبد الباري في دواوينه السابقة، طبعا ديوانه الأول مرثية النار، وديوانه الثاني كأنك لم، والثالث الأهلة. في مثلا في كأنك لم هو مولع بصناعة المداخل المقتبسة ببراعة من أقوال الفلاسفة العربي والعجمي والحكماء والأدباء، كما ظهر في ديوانه كأنك لم. أما في ديوان لم يعد أزرقا فقد توجه توجها دلاليا بالاتكاء على الغريب في لسان العرب، وهذا لم يسبقه إليه أحد، لأن المعاني التي جاء بها من لسان العرب لتمثل حاله أو لتختصر كثيرا مما يود أن يقول، أو لتطابق واقعا دلاليا في القصيدة، هذا إنما صنعه بطريقة ميسرة وسهلة. فهو يستهل قصيدة النسخة الثانية من الغريب، الغضبة الصخرة الصلبة
المركبة في الجبل المخالفة له. والإحالة لسان العرب. بيد أن الرغبة عند الشاعر في مشاكسة اللغة من جراء المسافة المخوفة الوعرة بين الرؤية والكلمات، هناك مسافة بين الرؤية والكلمات كما يقول الناقد الدكتور محمد عبد الحي، مستكنة عند الشاعر محمد عبد الباري. ولذلك رأيتها في قصيدة بوصلة في كأنك لم، رأيت بذرة ما تعمق فيه أكثر ها هنا. ففي قصيدة بوصلة المدخل المقتبس كان كل منا ما يزال يملك تلك الحرية التي كانت لآدم في إسناد أي اسم لأي فكرة من جون لوك. وفيها يقول في القصيدة: فوضاك هي الترتيب الأمثل للعالم، فاحرس فوضاك. كسر باللورة الكلمات، الشعر هو الضوء الصاعد من بين شظاياها. وفي لم يعد أزرق مطابقة دلالية بين الغضبة التي ذكرها الشاعر ومسألة التماسك في ذاته بين الغضبة في الجبل التي هي الصخرة الصلبة المركبة المخالفة له. وهنا نقف على إيغال فكري عميق باعتبار أن اللغة نفسها فكر هذا. والشاعر ليس مطلوبا منه أن يكون فيلسوفا بالضرورة، ولكن العلاقة بين الفلسفة والشعر كما يصورها إحسان عباس تكون كما يلي: الوجه الأول اتخاذ الشكل الأدبي وعاء لشرح فكرة فلسفية، والوجه الثاني هو دخول الأفكار الفلسفية الخالصة في سياق الأدب على نحو جزئي، والوجه الثالث التفلسف أو اتخاذ موقف معين في الحياة ذي طابع فلسفي مستنسخ من أدب صاحبه، والوجه الرابع هو إنشاء الأدب في ظل نظرية فلسفية معينة أو مبدأ فلسفي محدد. ولعل الوجه الثالث هو الوجه الذي يمثله الشاعر الكبير محمد عبد الباري، وهو يرتاد أفقا جديدا من الكتابة حين يتحول من الأزرق الساكن القانع إلى الأحمر الثوري الطامح. فبغير هذا الأحمر الثوري في عينيك لن تجد القصيدة مطلعا. لن تجد القصيدة مطلعا، كأنه ها هنا هو أبو الطيب حينما يقول: لقد تصبرت حتى لا تمصطبري، فالآن أقحم حتى لا تمقتحمي. لأتركن وجوه الخيل ساهمة، والحرب أقوم من ساق على قدمي. وهناك مقاربات كثيرة من هذا الباب بينه وبين أبي الطيب، لأنه مثلا في حديثه في الباب عن هي المرأة كأنه هو عكس أبي الطيب في هذا الباب، لأنه يسير عكس تياره في باب المرأة. أبو الطيب المتنبي يرد يدا عن ثوبها وهو قادر، ويعصي الهوى في طيفها وهو راقده. وعبد الباري كان أبو الطيب فيما مضى، ولكنه الآن هو شيء آخر، هو أحمر ثوري. مهما يكون من شيء، الحديث في هذا الباب طويل، أنا لا أريد أن أطيل عليكم، والإحالات كثيرة والرموز، والديوان غني بأشياء كثيرة جدا. ما ذكره الدكتور رحمن في باب العلاقة بين الإيقاع وبين القصيدة، هذا رد لاعتبار الشعرية العربية القديمة، من جهة أن القصيدة القديمة أصلا الوزن فيها له علاقة بالمعنى بالدلالة. هذا ما ذهب إليه صاحب المرشد العلامة عبد الله الطيب، والحديث في هذا الباب يطول. نعم نعم، أحسنت دكتور، أمتعتنا جدا في هذه القراءة النقدية. وحقيقة أنا يعني كنا متخوفين في البداية ونحن ننسق
أن المشاهدين قد يعني لا يستسيغون النقد كثيرا، لكن أنا من خلال الرسائل أرى إبداء يعني تهليلا وتكبيرا وابتهاجا بالدراسات والشهادات النقدية التي تقدم، خصوصا دراستك دكتور، وهذا الحوار بين القديم والجديد والتناص بين المتنبي وأبو العلاء ومحمد، هذا التناص الرائع الذي كشفته حضرتك، وأيضا أثرت نقطة كنت أريد إثارتها في الأسئلة لكنه يعني أخافني في البداية من أي يعني أسرار قد تفضح أمام المتابعين. شكرا لأنك تكلمت عن القفلات أو فلنقل الاقتباسات من لسان العرب تحت العناوين وعلاقتها في القصيدة. أردت أن أسأل هذا السؤال لكن أشبعت ذلك دكتور جهدا وبحثا، حقيقة سعداء جدا، نشكرك جدا على هذه القراءة النقدية. دلال لو سمحتي تضحك، أشوف قاعد تضحك، شو اللي خلاك تضحك؟ أنا أولا قبل أن أجيب على سؤال لما أضحك، أنا أولا أريد أن أسلم على الدكتور الصديق وأشكره على أشياء كثيرة، لكن الأشياء الكثيرة أتركها لاحقا، أشكره الآن على هذه المداخلة. وكما قلت يا دلال، فعلا اليوم وأساتذتنا يتفقون معنا، اليوم الغالبية العظمى مما يكتب تحت مظلة النقد في الحقيقة يزهد الناس في قراءته، لأنه منقطع الصلة بنفسه قبل أن يكون منقطع الصلة بالنص الذي يدرسه. لكن الأساتذة اليوم فعلا كما كان الأمر مع الدكتور رحمن، الآن الدكتور صديق يقوم بالأمر ذاته، يجاري هذا النص بكتابة ربما تتفوق عليه جمالا، وأعتقد كذلك أنها هي فرصة مناسبة أن نشير إلى الظلم في تاريخ البشرية الذي ربط الإبداع بالكتابة أكثر منه بالقراءة. أنا أول المؤمنين بأن القراءة هي الموهبة الأولى، الكتابة هي مجرد تحصيل حاصل لهذه الموهبة. وما سمعناها الآن من الدكتور من هذه اللقطات الذكية العميقة التي تربط سواء ما أكتبه أنا أو ما يكتبه غيري، لأن في النهاية هذه النصوص كلها هي فعلا غابة متشابكة، والفطن الذكي هو من لديه القدرة على رؤية الغابة كاملة وليس على رؤية الغصن وحده. فأنا أشكر الدكتور صاحب فضل علي، وهو يقوم بدور عظيم في مشهدنا الثقافي العربي، وأتمنى له دوام التوفيق، وأشكر مجددا كما أشكر الدكتور رحمن. في الحقيقة سعيد جدا، وبشكل شخصي تعرفين بعد أنا جلست في كتابة هذا الديوان سنة ونصف من حياتي بتركيز شديد لأسجل هذه التجربة. مهما يكون في النهاية نحن بشر لدينا حاجات، ومهما تحدث الإنسان مطولا عن أنه يكتب لنفسه، لكن أن تجد صدى لما تكتب وأن يكون هذا الصدى بهذا العمق وبهذا العلو، فأكيد أنه دافع قوي جدا أن يواصل الإنسان ما, 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 ما هو فيه. فشكرا للدكتور مرة أخرى. نشكر الدكتور. وأيضا يعني محمد النص الغني المستفز يستفز الناقد كذلك، وأنت أدرى ناس بخوضك في العملية الدراسية تعرف تماما أن النص عندما يستفزك يستفز حواسك، هذا يجعلك تنطلق إلى أبواب النقد لا محدودة. لذلك نشكر الدكتور الصديق. وبعد قبل أن ننتقل إلى الدكتور سامي، يليت تقرأ لنا القصيدة التي شدد عليها كل النقاد، قصيدة البداية النسخة الثانية من الغريب. طيب أنا كنت أود أن ننتقل إلى الدكتور سامي مباشرة، لكن لا بأس أن نختم اليوم قراءاتنا النوازل يعني ما بين الشعر النوازل. طيب لا بأس. النسخة الثانية من الغريب. نعم. يا من عرفتك بالتماسك مولعة، يا من عرفتك بالتماسك مولعة، حرية الجدران أن تتصدع، ضاق المدى المكتوب باسمك، فلتكن أنت التشظي فيه كي يتوسع، لك أن تدوي غاضبا من عالم أخفاك، وليكن الدوية المفزعة
لك أن تعاود أنت تفجير الطبيعة إن بها فضلت أن تتطبع، أن تستقيل من التطابق، نزعة رأت الظلال لمثلها أن تنزع، أن تخلع الوادي المليء تواضعا، أن تلبس الجبل المليء ترفعا، وتحرك الزلزال صوب الثابت الشبحي في الأيام كي يتزعزع، وتزيل عنك من المياه سكونها وتفضها مستنقعا مستنقعا، وترد ميراث النسيم لأهله الفقراء كي ترث الرياح الأربعة. يا عاتبا جدا على الطرقات، يا عاتبا جدا على الطرقات، إذ أخذتك منك مودعا ومودعا، هو أنت من أسرى لشيء لم يكن أبدا، وأنساب الفراغ تتبعا، متداخلا فيك الهدوء المنتمي لأسى الحقيقة، بالهدوء المدعى شاهدت عمرك وهو يرفع راية بيضاء، كم نزفت لكي لا ترفع، سرقت خصوصيات وجهك كلها وتركت ما بين الوجوه موزعا، ومنحت حين منحت قفلا لا ثمن متكلم، وسلاسلا لا أضلع، وأصبت وحدك بالرجوع، فلم تزل كالذكريات تود أن تسترجع، أبعدت من سرب الحمام مطمئنا، وأضفت في سرب الحمام مروعة، ودفنت في الغيب الذي لا لن يرى أبدا، وفي السر الذي لم يسمع، وحرمت من ثقة الينابيع التي بين الصخور تجاسرت أن تنبع، وجعلت تخسر ثم تخسر حد أن أصبحت في فن الخسارة مرجعا. يا صاحب الساعات صوت فنائها يدعوك، يا صاحب الساعات صوت فنائها يدعوك، فلتذهب إليها مسرعا قبل انتهاء الماء، أعلنه انقلاب الماء كي يلد المصب المنبع، قاوم ضباب الروح فيك وقل له لا بد عني الآن أن تتقشع، قشر تجاعيد النهار ليزدهي وجها، وحك الليل حتى يلمع، وأزل حدودك عن حدودك، كن هوى في ممكن للمستحيل تطلع، فيما يخص شخوصك العشرين دع منها المفاجئة يطرد المتوقع، وأضف إليك من الزوايا حدة حتى يصير الدائري مربع، وقت الرضاك وبالتحرر من أسى هذا الرضا لا تنسى أن تستمتع، فبغير هذا الأحمر الثوري في عينيك لن تجد القصيدة مطلعا. الله 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 الله. ننتقل الآن إلى الدكتور سامي عجلان. دكتور سامي هل أنت معنا؟ دكتور سامي؟ نعم، مساك الله بالخير. أهلا، مساك الله بالنور، نرحب بك دكتور سامي العجلان معنا في هذه الأمسية، مرحبا بك، نقدمك في سيرة ذاتية موجزة، ونتوق إلى سماع شهادتك النقدية في ديوان لم يعد أزرقا. الدكتور سامي بن عبد العزيز العجلان أستاذ النقد الأدبي بكلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، نشر عدد من قصائده في الدوريات السعودية مثل اليمامة وقوافل وصحيفة الجزيرة، من إنتاجه العلمي كتاب إغواء العتبة عنوان القصيدة وأسئلة النقد، كتاب الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية، عدد من الدراسات المنشورة أيضا لديه منها نهاية عصر النص، أدب الشباب وموت الناقد، تحولات الخطاب عند عبد الله الغذامي، أيضا قدم محاضرات عامة في عدد من الجامعات السعودية والجامعة الأمريكية في الكويت والنادي الأدبي بالرياض ونادي جدة الثقافي، ولديه عدة محاضرات منشورة على يوتيوب لمن يود الاستفادة منها، 7 أنماط من المعنى، البلاغة القرآنية رؤية مغايرة، الأهلة ونقصان المكتمل، قراءة في شعر محمد عبد الباري، واستراتيجية الغرابة والتعجيب في قصص
عدي الحربش، أتمنى أني قد نطقت اسمه بالشكل الصحيح. أهلا وسهلا بك دكتور، وكلنا أذان صاغية. سلمك الله أستاذة دلال، أمسي عليك بالخير وأمسي على شاعرنا الجميل محمد. عندك يمكن محمد ما يزال النهار ساطعا فقد أفترنون. صحيح ما زال النهار، والحظ أنك خسرت جزءا من الوزن منذ آخر مرة. صحيح، فهذا يعني ربما يفسر كثيرا، يعني أنت أتعبتنا في تحليل معنى الخسارة في الديوان، الآن تقدم لنا الجواب على طبق من ذهب، وهذا يفسر لنا أشياء كثيرة في الديوان، حتى السيقان النحيلة لفيلة سلفادور دالي، هذا كله يعني يعطينا شيئا، حتى أننا لا نحتاج أن نتكلم. والله دكتور أنا لا أريد أن أقاطعك، لكن هذه من أعجب المداخل النقدية في تاريخ النقد. الله يسلمك. لا لسه حيجيك إن شاء الله. الحقيقة أنا سعيد جدا. أولا أنا أشكر منصة أدب الافتراضية ممثلة بالدكتور عبد الله السفياني على هذه الليلة المختلفة، وأيضا يعني أسعد كثيرا بتجدد هذه الاستضافة الكريمة مع شاعرنا محمد عبد الباري. أحيي أيضاً الشاعرة دلال البارود على إدارتها المتألقة للقاء، وأحيي أيضاً أساتذتنا دكتور صديق عمر ودكتور رحمن غرقان. والحقيقة نحن في هذه الليلة ضيوف، حتى لا أقول يعني متطفلون، على الشاعر وديوانه الجديد لم يعد أزرقاً، كما كنا، وأنا أحب دائما الذكريات، كما كنا ضيوفا عليه في ليلة شتوية أخرى قبل 4 سنوات حين أصدر ديوانه الثالث الأهلة. وقبل التعليق على القصائد والديوان الجديد، لا أستطيع أن أفوت رمزية اختيار هذه الليلة بالتحديد للقاء الشعري المدشن للديوان الجديد، لأننا من جهة أمام شاعر ماهر جداً في لعبة الترميز، ومولع من جهة أخرى باستقراء الانعطافات المستقبلية منذ بداياته الشعرية. لهذا وذاك لا أستطيع أن أعفيك يا محمد عن دور ما في هذا الاختيار. قبل 5 سنوات تقريباً كتبت عن الشاعر مقالين حاولت أن أرصد فيهما بعض الآليات الموضوعية والفنية في شعره، ولفت نظري في ديوانيه الأولين ظاهرة أسميتها كرة البلور السحرية، وأعني بها ما ألمحت إليه قبل قليل، وهو انصراف شعره نحو استقراء المستقبل والمآلات الأبعد للحاضر المتغير، ولهذا تشيع في لغته ألفاظ النبوءة والحدس والرؤية والتأويل والعراف والكاهن، كما تنتشر في صياغته الشعرية أدوات الاستقبال مثل السين وسوف ولن. وذكرت في المقال شواهد هذا الشيوع، يعني لا أريد أن أكررها، ولكني تساءلت أيضا عن سبب هذا الولع بالمستقبل عند محمد عبد الباري، وقدرت أن للتكوين الصوفي المعني بجدلية الكشف والحجاب أثرا في هذه الظاهرة الشعرية، وهذا التكوين الصوفي التربوي والثقافي معا هو ما يفسر أيضا ظاهرة شعرية أخرى عنده، وهي المشهدية الموحية بالرهبة والوجل والمقرونة بالوصايا الاستشرافية، تماما كرهبة مواقف النفري ووصايا مخاطباته. بعد ذلك وفي تلك الليلة الشتوية التي جمعتنا قبل 4 سنوات احتفاء بديوانه الثالث، تساءلت عن أثر الرؤية الصوفية والفلسفية للعالم في تفضيل محمد عبد الباري تصعيد تجاربه الجزئية لتنصهر في أتون الرؤية الشعرية الكلية للكون والتاريخ والأسطورة والتقاليد الروحية العريقة. وطرحت تحديداً سؤالين: لماذا نفتقد قصيدة التفاصيل اليومية في شعر محمد عبد الباري؟
ولماذا يبدو الشاعر متألقا جدا في القصيدة التناظرية ذات الشطرين المتوائمة بهيكلها الإيقاعي المنضبط مع الانضباط المنهجي للرؤى الفلسفية الكلية، بينما يخفت هذا التألق في القصيدة التفعيلية البعيدة عن الانضباط الإيقاعي، ويبدو أسلوب محمد عبد الباري فيها قريب المأخذ. والآن ومع ديوانه الجديد لم يعد أزرقا، ما الجواب الذي يقدمه لنا محمد عبد الباري عن هذين السؤالين؟ ثم ما الجديد الذي حمله الديوان؟ أولا، هناك اشتغال لافت في الديوان على حقل العتبات. لم يكتفي الشاعر بالعنونة المعتادة للديوان والقصائد، وإنما صمم بناء هندسيا للديوان مؤسسا على العتبات، فجعله ينقسم إلى ثلاثة أقسام متعالقة فيما بينها ومتناسلة في عنواناتها ومضامينها من عنوان الديوان. ثم التزم أن يصدر كل قصيدة باقتباس نثري مأخوذ في كل القصائد من مصدر واحد وهو لسان العرب لابن منظور. تعلو هذه الاقتباسات اللسانية قصائد الديوان وكأنها تعويذات لغوية للقارئ، وهو يواجه مخاطر الغرق الدلالي مع إبحاره في القصيدة. ضم القسم الأول من الديوان قصائد البوح الذاتي، واشتمل القسم الثاني على قصائد العلاقة مع المرأة، واستقل القسم الثالث بالقصائد المتوجهة نحو الآخر كمجموع. هذا الاشتغال الهندسي الفكري على الديوان له دلالته، خاصة أنه يجيء بعد فترة توقف عن كتابة الشعر تقارب العامين، وأول دلالات الرغبة عند الشاعر. الآن أحاول أن أجيب على السؤالين المنتظرين من الشاعر محمد. أول دلالات الرغبة عند الشاعر في الانغماس داخل التجارب الصغيرة تأتي من صفحة الإهداء في الديوان، فعلى خلاف دواوينه الثلاثة السابقة أهدى عبد الباري ديوانه هذه المرة لاسم محدد، سلمى. ومع نداوة القصائد الوجدانية في الديوان فإنها لم تستطع إخفاء روح الخسارة المتغلغلة في روح الديوان ومفاصله الأساسية، بدءا من كلمة الإهداء التي توجز سيرة الخسارة، مرورا بعناوين أقسام الديوان: أزرق يخسر عمقه، أزرق يخسر علوه، أزرق يخسر سعته، وانتهاءا بانتشار معجم الخسارة في لغة الشاعر داخل الديوان. فها هو يقول مثلا: وجعلت تخسر ثم تخسر حد أن أصبحت في فن الخسارة مرجعا. ونشيد الصعاليك عنده يبدأ بهذه الوصية: وفي البدء أوصيك بالخاسرين الذين يرون الخسارة فن. كما تنتشر الحقول الدلالية المرتبطة بالخسارة كاليأس الذي يدفع الشاعر إلى أن يخصص إحدى قصائده لتقديم مرافعة ضد الأمل، ويصل به هذا اليأس إلى أن يتنازل طوعا عن حريته ظاهريا للحبيبة، ولكن الأمر دائما ما يكون أبعد من الظاهر، وعن حريتي حررت نفسي كصقر لم يعد يحتاج أفقا. وامتدادا للخسارة تتمدد ثيمة الموت: أنتم حديقة موتى تظل بالموت حية. وكذلك ثيمة الخوف والفزع، فيخصص الشاعر إحدى قصائده لعرض تقرير الوحشة، ويقتبس من لسان العرب تفسيرا صاعقا لمعنى الأرض. الأرض هي الرعدة والنفضة. ثم أخيرا ثيمة الغربة التي يختارها الشاعر ليجعلها عنوانا لفاتحة قصائد الديوان، النسخة الثانية من الغريب. وقد ظل يكرر على امتداد الديوان أن غربته ليست غربة واحدة بل هي غربات، والجمع عددي كما أنه نوعي، يعدها الشاعر مرة فيجدها جهتي اغتراب، ثم يعدها ثانية فيراها الغربات السبع، ثم يعدها ثالثة فإذا هي ألف من الغربات.
وتمتد هذه الغربة لتشمل الزمن بكل جلاله الغامض. فيعلن الشاعر في قصيدة خلافه الشخصي مع الوقت، ويظهر أن هذا الخلاف لم ينتهي إلى خير، فهو في قصيدة أخرى ينصب شاهد قبر للزمان، ويعلن فيها وفاة هذا العصر المريض الذي يبدو وكأنه قبر زجاجي بحجم الأرض. هكذا يتجاوز عبد الباري بمراحل قبر أدونيس المفصل على مقاس نيويورك، وكل هذا يشي بمقدار الغربة المستوطنة في عالم الشاعر. يبدو الشاعر بعد هذا كله متوائما مع القلق المصاحب لكل هذه الثيمات المسيطرة عليه: الخسارة، اليأس، الفزع والغربة، لأنه لا شيء يبلد الحس مثل الطمأنينة الغافية. ولهذا يقول: إنني أنت كلانا لا يرى في الطمأنينة إلا شركة. إنها الطمأنينة الفارغة التي تخلو من عنفوان الحياة والاستجابة لإيقاعها العظيم، وموت تصاب الموسيقى به إذا وتر في الكمان اطمأن. ولهذا يطلب عبد الباري منك أن تقتل رضاك، وبالتحرر من أسى هذا الرضا لا تنسى أن تستمتع. تبقى في النهاية قصيدة فيلة سلفادور دالي علامة فارقة في شعر محمد عبد الباري، ليس فقط لأنها كانت أشبه ما تكون بمتحف شعري لفلسفات العصر من جدلية هيجل إلى فلسفة التخفف، مروراً بوجودية سارتر وشروط الحرية عند بيير بورديو، بل أيضاً، وهذا هو الأهم عندي على الأقل، لأنها قصيدة التفعيلة الوحيدة التي حلق بها عبد الباري بعيداً نحو المستوى الفني العالي الذي عودنا عليه في قصائده التناظرية ذات الشطرين. شكراً لكم. جميل جميل، أنت ملتزم جدا يا دكتور سامي، هي 10 دقائق يعني 10 دقائق بالفعل. شكرا شكرا جزيلا دكتور، حقيقة قراءة نقدية ممتعة، نحن الذين نستمتع حقيقة بهذا النقد الأخاد، ونغبط صراحة عبد الباري عليه. عبد الباري كأن ثملة من ما يسمع، يعني عبد الباري ليش شكلك تعبان وأنت تسمع نقد الدكتور سامي؟ والله لا، يعني لا أعرف والله، يعني لا فعلا، اليوم أنا مصاب بثلاث ضربات شمس. مو درويش كان يعني يؤرخ لأبي ويقول: رأيت أبي مصابا بضربة شمس حجازية، يقول لرف ملائكة حوله أطفئوني. فأنا اليوم مصاب بثلاث ضربات شمس، ليست بضربة شمس واحدة. الدكتور سامي متعب، وأنا قلت هذا الكلام في حين أصدرت الأهلة، وحين قرأت ما كتب، سواء في المقالتين اللتين نشرتا في صحيفة الجزيرة أو حتى في قراءته للأهلة، والآن هو يجدد الأمر مرة أخرى، مخيف من حيث بعيدا عن حرية الناقد في أن يؤول وأن يقرأ، هو مخيف من حيث أنني أطوي نفسي على أشياء بعينها ولا أقولها حتى لنفسي، ثم يأتي الدكتور سامي ويضع إصبعه عليها وكأنه شريك لي في هذا الوجود، وهو أمر مخيف. يعني أنا ممتن، والله ممتن، لأن الدكتور سامي أحد النقاد القلائل في العالم العربي الذين يأخذون ما أكتب على محمل الجد، وهو كذلك يضطرني لإعادة ما قلت مع الدكتور رحمن ومع الدكتور صديق، أننا أنا كنت حتى ألاحظ بعض التعليقات أثناء كلام الأساتذة الأجلاء، يبدو أن الجميع مستمتع بهذه القراءات وبهذه التحليلات، استمتاعهم بالنص ذاته وربما أكثر، وهذا في حد ذاته شيء نادر اليوم لدينا في عالم النقد. عالم النقد كما قلت يعني على الأقل أصبح صحراء من الملل يعني.
فأنا لا أريد أن أعلق أكثر، لكن أشكر الدكتور سامي طبعا على هذه القراءة الممتازة والقراءة الكاشفة والواعية جدا إلى درجة الخوف مرة أخرى بأشياء طويت نفسي عليها، وأجد هذه الفرصة سانحة لأشكر الأساتذة الثلاثة على ما قدموه وعلى هذه القراءة التي جعلت لجهد السنة والنصف من كتابة هذا الديوان جعلت لهذا الجهد معنا. طبعا نشكر الدكتور سامي، ايضا اشار الى نقطه مهمه جدا، ووددت صراحه لو اسعفنا الوقت في الاخذ والرد فيها، لاني اعلم كم هي متجذره وعميقه فيك. اثار نقطه التصوف عند محمد عبد الباري والاستشراف المستقبل وعدم الرضا، وهذا حال الصوفي الذي لا يرضى بمقامه ويريد الارتقاء والعبور الى مقام اعلى، وهذا فعلا نراه في القصيده تلو القصيده حين قراءة الديوان. وأعتقد أنك نصاب كبير يا محمد، أنت تقول أنك خسرت ولكنك كسبت كل هذه الدراسات العميقة الرائعة، وكسبت أيضا وكسبنا نحن الشعر، فلا أعتقد أن هذه يعني موجودة ضمن الخسارات. يجب أن تعيد تعريف الخسارة، لأن إن كانت الخسارة بهذا القلق وبهذا البذخ والازدحام، أعتقد عليك أن تجد مفردة أخرى باللسان العرب يعني تفسر الخسارة التي تريد يعني. صحيح 100%. أنا والله كمان أشكرك دلال، وأعتقد أنه كمان إن يعني التصوف نقطة مشتركة بيننا، وإن كنت تفوقينني في مسألة أنه تخصصك الأكاديمي ورسالتك التي نتمنى لك قريبا، أن أنت الآن على مشارف الانتهاء أو مناقشتها قريبا، وكلنا شوق وانتظار أنه نقرأها قريبا. ومن ناحية أخرى طبعا لا أعرف العلاقة بين الموضوع أو بين التجربة وبين شكلها الفني علاقة شديدة التعقيد. الخسارة بوصفها تجربة موجودة، وربما يكون هي حظنا البشري من ميراث أبينا آدم، يعني آدم نزل إلى الأرض حزينا، فهذا هو الميراث الأولي والأساسي له. لكن من ناحية ثانية لا أعرف ما الذي يحدث لكل تجربة من هذا النوع حين تأخذ شكلا فنيا، وأعتقد أن على الأقل نتفق أن الأمر فيه عزاء كبير، وأن المرتبطين بعالم الكتابة وبعالم الأدب على وجه الدقة، الأدب من حيث هو بحث دائب ودائم عن المعنى، في حصانة ذاتية تجاه النزاعات شديدة العدمية، ليست العدمية بوصفها موضوعا، لكن من الصعب عليك أن تتخيل، لأن أنت في صلة دائما بالمعنى، وأيا كان شكل التجربة وقسوتها، إذا كانت ستعطيك معنى فحي هلا بها يعني كما يقال. ولا أعرف إذا الآن إحنا انتهينا، لأن أنا أخذت من وقت. إحنا تخيلنا صار لنا ساعتين وما أتعبنا بالوقت تماما، كنت في انتظار الانتهاء من كلامك حتى نختم بقصيدتين، قصيدة مرافعة ضد الأمل، وقصيدة يعني سأكون حنونة وطيبة وأجعلك تختار القصيدة الأخيرة. والله شكرا. لكن أنا قبل أن ألقي القصيدة، أنا ممتن فعلا لكل الحاضرين اليوم، ممتن لك يا دلال، ممتن للدكتور عبد الله السفياني اللي كان وراء هذا، وراء ليس فقط هذه الليلة، هو وراء الديوان، يعني هو كان من الذين يستحثون لي دائما، ودائما تصير بيننا مشاكل في سلم ما تسلم جيب وما جيب، لكن كذلك لا أريد أن أنسى جهة مهمة أسهمت في هذا الديوان، اللي هي دار تشكيل من ألفها إلى يائها بكل العاملين فيها، وكذلك على وجه الدقة الأستاذ معجب الشمري، ترى أنا فعلا طلعت عينهم يعني فعلا ربما يعني أنا أشوف أحيانا الإيميل حقي فأشوف الديوان النسخة 15، الديوان النسخة 17، التصحيح وراء تصحيح وتصحيح وتغيير جو، يعني تغيير الكلمات طيلة الوقت، ونحن الشعراء مصابون بوسواس قهري من نوع خاص، فصبروا علي صبر، أقدر لهم هذا الصبر، من ناحية ثانية أقدر لهم هذه المعاملة التي لا مثيل لها بحق، يعني هم قبل أن يكونوا من المهتمين بالنشر هم
حساسون فنيا وأدبيا ويقدرون اختلاف الشعر عن غيره من المنشورات، فأنا أستغل هذه الفرصة لأشكرهم. وخلينا نختم. طيب مرافعة ضد الأمل. طيب مرافعة ضد الأمل، وين المرافعة ضد الأمل؟ طيب مرافعة ضد الأمل. يا الله يا الله، الأبواب المفتوحة تصدني، ساعدني كي أصدها. يا الله، الأبواب المفتوحة تصدني، ساعدني كي أصدها. الآتي منها لا يأتي، يرسل ظلا كي يلقاني أسفل وقتي، ويريني بضع سلالم لن أصعدها. أنتظر الضيف المجهول مكان الكرسي يمانع أن يتزحزح، ثم زمان الليلة ترفض أن تدخل غدها. في الأسطورة فتحت باندورا الصندوق فطارت منه شرور الأرض، وبعد محاولة ثالثة كادت أن تغلقه لولا أن الأمل القابع في آخره أمسك يدها. في الأمل الصفقة خاسرة، من حيث أراني أفلت أقرب ما في القلب من الأسباب ليمسك أبعدها. في الأمل المرئي يهلوس باللامرئي، الواضح يحلف بالغامض، المتوهم ينتقص المحسوس. ببعض الأمل بوسعك أن تعشق سيدة الجن وتجلس في مقهى الأبدية ترقب موعدها. في الأمل يسوي النسيان الفرضية بالواقعة، فيجعل كل شقي محكوم بالمنأى في الجهتين يسير تجاه جسور ما شيدها. الأمل ثلاث مراحل، أن تبدأ بنيان الحائط بالشباك، وأن تتوسط بين الموجود وبين المعدوم، وأن تنهي عمرك تحت خلاصة زيف مزدوج في معنى ألا تمتلك الأشياء وتخشى أن تفقدها. طيب نختم بقصيدة أختم بنشيد الصعاليك. وفي البدء أوصيك بالخاسرين، وفي البدء أوصيك بالخاسرين الذين يرون الخسارة فن، أساتذة الوحشة المدهشين، احتفاء بهم موحش الليل جن، شفافيتان لهم فكرة ولا شيء منها على البال عن، وموت تصاب الموسيقى به إذا وتر في الكمان اطمأن. فقلها مضاء بأسبابهم، إذا لست لي يا أسى فلمن، ودق بنقصك أبوابهم كما دق باب الحقيقة ظن. هم الآن في غربتيهم ملوك الصدام مع الواقع الممتهن، يشذون عن كل ما يحتذى، يشكون في كل ما يؤتمن، ويا كم تضيق المنافي بهم، وأول هذه المنافي الوطن. صعاليك لا يأخذون الحياة على محمل الجد حتى وإن، وليست لهم من عناوين، هم رفاق لذئب الرحيل المسن، بهم لا تشرد إلا ومد، ولا بيت في الريح إلا سكن. ستعرفهم من خلال الوجوه، الوجوه طقوس قبيلة جن، هم الآن تعويذة يتقى بها والذي لم يقلها لعن، وتنهيدة للقلوب النعوش، القلوب التي نسيت أن تئن. شيوخي وأعرفهم مرهقون من النوم فوق الوجود الخشن، وأهلي
وأعرف قلب الذي لغير منازلهم لا يحن بميزانهم، إذ تماما تكون المبالاة في اللامبالاة زن. وحاول بعيونهم أن ترى، وحاول بأجراسهم أن ترن، فهم وحدهم من بأخطائهم مؤرخ أخطائهم قد فتن. شكرا. الله 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 الله. ألف شكر لكم. نحن لا نريد انتهاء يا محمد، فعلا يعني شاكر والله. مستمتعين بالمشاهدات النقدية وتعليقات المشاهدين والمتابعين، فعلا ألمح رسائل الله. يا سلام فنان، هناك من ينتقد أيضا، من يمتدح النقاد ويشيدون بشهاداتهم واستمتاعهم. حقيقة الأمر الذي قد نفس الرهانة أنا وأنت يا محمد حين قلنا نخاف على الحضور الملل، لكن يعني فاجأنا النقاد الأساتذة بشهادات نقدية رائعة. أعتقد لو كان الأمر لي لامتدت الجزة إلى الليل وإلى مطلع الفجر. والله شكرا لك يا دلال على هذه الإدارة السلسة المتعلقة خفيفة الظل، ويعني كذلك أشكر مرة أخرى كل الحاضرين الذين اختصوا واقتصوا من وقتهم الثمين هذه النافذة الصغيرة لنلتقي. أشكرهم مرة أخرى، وأشكر بيتنا الدائم أدب، أشكر الأساتذة النقاد، وعلى على على الشعر، على المعنى، على المعنى حيث ما توجهت به الركائب نلتقي دائما. تسمحون لي يا أصدقاء؟ تفضل دكتور. حقيقة أنا الذي أشكركم هذا المساء جميعا. أولاً تحية لجميع الحاضرين الذين شرفونا وأسعدونا في هذا الفضاء الجميل في أدب. شكر خاص أيضاً للأستاذة والدكتورة أيضاً باعتبار ما سيكون قريباً إن شاء الله دلال بارود، التي وافقت أن تدير هذا اللقاء وأدارته فعلاً باحترافية وجمالية فائقة. شكراً لك أيضاً محمد على هذه الروح الجميلة. الحقيقة لا يحق لي أن أشكرك ولا يحق لك أن تشكرني، لأننا نلعب في ملعب واحد منذ زمن طويل، وكلانا يعني أخواني فعلا، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على محبة. شكر عميق أيضا لدكتورنا الرائع والجميل الدكتور صديق عمر الصديق من السودان الشقيق على هذه المداخلة الجميلة وعلى الوقت الثري الذي منحنا إياه، ممتنون والله كثيرا له. أيضا ممتنون للناقد الجميل من العراق الذي أبدعنا وأتحفنا هذا المساء الدكتور رحمن غرقان، ألف شكر لك وللعراق الأصيل الذي دائما يمدنا بالجمال والكمال أرض النخل والرافدين. شكرا للصديق القريب من القلب دائما الدكتور سامي العجلان الذي دائما ما ينبش قلوب الشعراء قبل أن ينبش قصائدهم ويكتشف أسرارهم، وهذا ليس بمستغرب عليه، فهو كما وصفته يا محمد ناقد متعب ومخيف ولكنه أيضا جميل ورائع، ويعني يضفي على الجو النقدي شيء من الجمال الذي نحتاج إليه. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، فقط أردت أن أسجل شكري باسمي وباسم أيضا الزملاء في دار تشكيل الذين لهم الفضل كما ذكرت في إخراج هذا الديوان، ولنا بإذن الله لقاءات أخرى. شكرا للحضور الذي يعني توقعت أن يمل وينصرف باكرا، ولكن ما زال الحضور الآن العدد قرابة 200 مستمع الآن في هذه اللحظة، وصلنا إلى أكثر من 600 قبل ساعة من الآن. شكرا للجميع، ونعتذر إن كنا يعني قصرنا في أي شيء معكم، وأترك الميكروفون الآن للدكتورة دلال. شكرا جزيلا. أولا طبعا منذ أن حدثني دكتور عبد الله السفياني قلت لي إدارة لأمسية عبد الباري، قلت لك على طول أكيد أنا معكم، يعني من لا يريد أن يكون بجانب صديق وقريب ورائع وشاعر متميز مثل محمد عبد الباري. أعتقد أن هذه إضافة تسجل لي في البداية حتى ولو كنت أدير الحوار. بالنسبة لي شكرا لتعريفكم إيانا قامات نقدية مثل الدكتور رحمن غرقان والدكتور الصديق عمر ودكتور سامي العجلان. أنا أعرف الدكتور سامي ولكن في اليوم الوهلة الأولى والليلة الأولى التي أتعرف فيها إلى الدكتور الصديق والدكتور رحمن، وأعتقد أنها قامات باسقة في النقد نحتاج أن ننهل منها ما استطعنا، كنا سنكون كلنا في سلك أكاديمي واحد. أعتقد أن هذه الأمسية عنوانها الأساسي هو لم يعد أزرق،
احتفاء بمحمد عبد الباري. أعتقد يا محمد بعيدا عن المجاملات والصداقة، فعلا هذا احتفال للشعر واحتفال لك واحتفال لنا جميعا، نحن القراء التواقون اللاهثين وراء الأدب الرائع الجيد. أعتقد أنك منحتنا أحلى خسارة يمكن أن تمنحها لأي بشر، فشكرا للشعر الجميل، شكرا للنقاد، شكرا لأدب، وشكرا محمد، شكرا وشكرا للمتابعين الذين ظلوا طوال الأمسية معنا. كنتم مع أمسية لموسوعة أدب، وكنت معكم دلال بارود. شكرا جزيلا، ونلقاكم على خير ومودة. إلى اللقاء.